Hello everybody. Aloha, اليوم رجعت لكم في فيديو جديده كيما ريتو في التيتر. سسرا انون من اكثر لي فيديو اللي نحبهم ونحب نتفرج عليهم و جو بونس حتى نتوما تحبوا تتفرجوا عليهم على خاطر من اكثر نومبر دو فيو اللي يجيني ديما يجيني على لي فيديو اول على تو سكي مود اون جينيرال. دونك جي ديسيدي باش نعمل لكم الاول هذيا. فما بامال دو مارك مي فما دو بوتيك خديت من عندهم برشا حاجات. Donc j'ai décidé de commencer avec les boutiques les rites maintenant haja haja haja. Alors Aoul Haja il y a la marque Lifties. Bon enfin ma dernière haja que j'ai trouvée dans le Black Friday même si tu veux je ne suis pas là. Mais on va dire ritom je bdouni ou où elle a mis taqatam donc on veut chercher là. Bon qu'est-ce que j'ai fait à l'Instagram à mettre comme sondage bin. C'est des une rite ou une autre. 80%. 80% اختاروا الاخر اللي انا ما خديتوش وانا خديت هديه. راهو انا عجبني على الاخر اللي اخترتوه انتم تنحطوه لكم لهنا كنلقى السونداج. ان فيت عجبني مي تو سامبلون خاطر روز وانا جو بريفير لو نيود. هذيك تاع دوزيام باسكيت معناها. ان فيت انا حاجتي باسكيت نتاع سبور دونك بالحق كي مشيت لقيت لي باسكيت طياره على الاخر. Je trouve une qualité, معناها ياسر تحفونه خفيف اللي يعمل هكا اكستيل شوسيت والغاز كنقولكم الغاز اللي نتوما اخترتوه 65 دينار ونهارتها فما بلاك فرايداي موان 20% يولي. بغيف دونك انا خديت لو نيود. بون ايلي ان بو بلو شير مي مع ال 20% هو 90 دينار ولي لي 70 دينار ظهري من عند بيرشكا. كيف كيف نقعد في السبور دخلت نترينا واضح ظهري لي انا نافحة. دونك خديت خديت ساك هذايا حسيتو كسوة تاع قراية والا اللي تابعوا فيا على انستغرام يعرفوا لي انا نحب ندور تونس نحب بالحق نمشي برشا بلايص في تونس ننصحكم دايوغ الناس الكل لازمنا نكتشفوا بلادنا بصراحة أبجل من لي فواياج وأبجل من كل شيء. كانت 120 دينار مازال فما منها وأون بلوس لقيتها نيود. أنا بزهر شريت لي باسكيت وبعد لقيت هذايا. أبخي من سبرينغفيلد جبدت لي سانتور هذايا. عندي قداش نحب على دي سانتور ديما لي سانتور نحسهم كلير يا بلوتو فونسي يا نوار يا روج بوردو يا كاميل يا مارون. ما عمري ما لقيت هكا سانتور كلير وساعات دبشي ما تمشيش معاهم حاجه غامقه. دونك خديت مره بيضه ناش وريت لكم ظهري مره في اول. بغيف كلكيت النيود هذيا شفت عليها على الاخر افيك ديتاي هكا اوندوري لهنا. وبالنسبه للبري نتاعها الي 40 دينار وخديتها في البلاك فرايداي وليت 28 حاسي لو 28 دينار حاجه هكا في سبرينغفيلد خلا عاملين موان 30%. بارفوا خديت هديه. بون هديه خديته قبل بلاك فرايداي اللي هو انسبيراسيون شانيل على الاخر ظهر لي يجي كيما هكا لي ديتاي نتاعو اون ارجنتي. ديجا هبط لكم دي تصويره وريته لكم زيد افورس اللي فرحانه بيها على الانستغرام. بريف دونك اوكي ياسر عجبني. اون بلوس ما عنديش ساك روز و tout ce qui est rose il m'attire pas معناها. par contre il y a un rose poudré ياسر مزيان ياسر عجبني. après just one moment من اسي واكيكي. بون هذه الحقيقه عندي مي اللي خديتها معناها حكايه شهر شهر ونص مي كوميم قلت خنوريها لكم بيتيت تلقاو منها نصور حاجه ديما يخرجوا فيها خاطر عندي قداش نحب على سانتوخ كيما هكا وديما نلقى اسوامهم الحقيقه غالي معناها نشريهاش هذيا بسبعين ألف وكل خاطر نتصور روحي مش باش نلبسها ديما نتاع هكا مرة بعد قداش كي نستحق سانتور هكا خشينة. دونك لقيتها 15 دينار ولا 14 دينار قلت لها انتي باش تروح معايا بالحق سي تخو بخاتيك. دونك معرفش كان فهمتوها ولا بون انا ديجا لبسة سانتور توا دونك تتحط هكا حاسيلو وضربتوها ناش كنت راهو فيها ولا توا باش نمشيو البوتيك اي ام موجوده في مستير. بون هذوما الحقيقه عندي ملي خديتهم اكثر من شهرين مي قلت كمان خنوريهم لكم خاطرهم دي بازيك و اي عبد ينجم يشريهم واي عبد ينجم يلقاهم في اي بلاصه. دونك خديت البلازير هذايا اللي هو بازيك نتصور باش تلقاوه في بليزيور بوتيك. انا خديته كيما قلت لكم من بوتيك ايام عجبتني الكوب نتاعو. سينون كيف كيف من بوتيك ايام هذه توندونس خارجه على الاخر السنه اللي هما لي زونسومبل انه تلبس معناها بون ما نعرفش اسمها مونوكروم ولا حاجه كيما هكا حاسلو. دونك لقيت لونسومبل هذايا في بوتيك ايام ان بول بيج بازيك ما في حتى شيء. بون هو طويل شويه ما يجينيش كروب دونك انا نطويه الحقيقه خاطر جوب نحب نطلعه بالبي نحب يبدا هكا تايئات على الاخر جوست من هنا هكا فما اون بتيت فونت لاش كنت راهو فيها فوالا. دونك هكا كي نلبسو محلاه على الاخر سورتو يعطي دي فورم حتى كان ما عندكش فورم
كي حاليتي يعطيك هكا فورم ياسر محلاها نجمو تلبسوه سبور افيك دي باسكيت تمشيو تعملو بيه بيتي ديج وتنجمو زيدا تمشيو بيه هكا في الليل افيك دي تالون افيك ان روج ا ليفر هكا سيكسي يعطي افي نصور ياسر محلاه ابخي زوز حاجات بازيك على الاخر كيف كيف البوتيك ايام اللي هما كيف كيف دايوغ جوست خليت واحد بلون واحد نوار كا سامبل ما في حتى شيء اسمعوا الدباش اللي خليتهم الكل سامبل على الاخر والكل بازيك على الاخر والكلهم كولور دو تيغ عندي حاجه برك ملونه ولا زوز حاجات اون فادير ساك وكابوت الباك الكل ما في حتى شيء حاسيلو دونك قلت لكم هكا بول شو يقولوا هنا بول باتو ولا كل باتو بلوتو لي مانش نتاعو هكا بوفونت لي مانش بوفونت encore à la mode ou في الاخر يجي هكا يتكبس ولا خديت كيفو اون نوار خاطر مريولي وليت نشري كان بازيك ومريولي ما عادش نلقى لا ديفيرونس معناها وليت نحاول نبدل في الكوب يعني ها مره كل باتو ها مره يد بيد ديجا خديت واحد يد بيد كل مره ناخذ حاجه خاطر لي ميم كولور نشري فيهم ما عادش نحب نشري الوان خاطر انا من العباد اللي كان نشري حاجه ملونه نفد منها هكا تك تك تقاني سي بون فديت منها دونك فوالا هذه نورمالمون شو حديت من بوتيك ايام نمشيو توا لبوتيك موديس الوغ من بوتيك موديس الحقيقه خديت برشا حاجات دونك اول حاجه البول هذايا اللي يجي يد بيد كيف كيف توندونس باش تلقاوهم في بلوزيور بوتيك نصور وين ما تدورو باش تلقاوهم المراول هذوما خديت اون روج بريك وخديت كيفو اون بلون نفس الحاجه بازيك كيما قلت لكم خاطرني نحاول ديما نبدل في الكوب بويسكو مريولي ديما بلون كامل نوار غري بلون كامل نوار ميم سي با ترو لو غري ما نحبوش ياسر خديت البول هذايا بدونتيل كيما قدام كيما من تالي اجوستي يجي على البدن على الاخر والكول نتاعو هكا ما با تري برونونسي مي هكا كامل ابخي اون ريست في لي بول بلون بويسكو كان لاحظت وخديت برشا مريول بيض بغيف دونك خديت المريول هذايا اللي هو يجي هكا دمي كول وكان لاحظتو الكول نتاعو يبدا من المريول طول معرفش كيفاش نوريهولكم حاسيلو ريتو من الكول يمشي طول المريول يعني فمش القصه هذه وبعد هكا لا هكا بوم معرفش كان فهمتوني دونك ياسر يعجبني المريول هذايا اون فيت نلبسو ديفيرامون على المريول اللي تراو فيهم هذوما ما ندخلوش معناها انا المريول اللي كل ندخلهم في السريول هذايا لا بالعكس نخليه البرا ونزيد عليه سانتور لبستو دايوغ مع سانتور نوار اللي وريتهالكم بيسكو هو طويل وطويل من تالي اكثر من قدام فريب ولا بحذايا لهنا حاسيلو كان وريكم الدبش جيلي هذايا خديتها من موديس زيدا اون فيت لي جيلي ياسر ياسر خارجين توندونس سنا افيك هكا لي بوتون تاعها اون بوا ما عرفتش كان تراو فيهم ولا فوالا دونك نجمو تلبسوها محلوله كجيلي عاديه والا سورتو بول هما خارجين اون طونك بول معناها تلبسوهم نجمو بون توا الدنيا بدات تبرد شويه هي محبش تبرد ما بديت تحاول انها تبرد حاسيلو تنجمو تلبسو كورمونتون هكا تحتها وراهي مزيانه ديجا يلبسو فيها شوفو على انستغرام يلبسو جيلي وتحتها كورمونتون اجوستي و لما ستيلي نمشيو توا لي بونتالون دونك فما بونتالون خديت منو في دو كولور افورس اللي عجبني اللي هو هذايا خديتو اون بيج يجي هكا اون تيغي سوف ولا نو مش صوف ما عرفتش كيفاش نوصف لكم الماتير قماش ان توكا ماهوش جين ولا حاجه ديجا ريتو هكا تطوي فيزا نصور فهمتوها شنو هي حسيلو يجي هكا تاي او تاع الاخر ومن بعد يكمل لارج 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 بالحق با ديليفون هذايا دونك فوالا جو لادور بالحق يعجبني على الاخر سا شونج من لي بونتالون اللي احنا مسايسين بهم سورتو كان عندك هكا انيفيرسير ايفينمون اي حاجه سي ترو براتيك يعني في بلاصه ما تبدا تخمم في روب وايبيلاسيون وباش فازيت دونك نجم تاخو هذيك دونك نلقى الوان اخرين في نفس الكوب في نفس الستيل في نفس الماتير نعاود ناخو خاطر بالحق ريتهم قداش براتيك دونك وخديت زيدا هكا اون روج بريك ودايوغ لبستو مع الكول مونتون هكا يد بيد وعطا ياسر ستيل محليه وبالنسبه للبنطلون البيج لبستو مع المريول الابيض اللي وريتهولكم بكري وريتكم برشا مريول بيض حاسيلو اي كلي قلت لكم لبست مع سانتور ولبستو زيدا مع جيلي مع جيلي اللي وريت لكم خاطرهم فرد لون جاو يفتقوا على الاخر ابخي نكملو مع لي بونتالون دونك كيف كيف اون نوتر توندونس اللي هما لي بونتالون اون كوير دونك بون سي با اون كوير سي اون سيميلي كوير تو 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 لهنا فما دي بوش ومن لوطا يتكبس بون هو بون ما يتكبسش
لا لا ما يكبش أمانة ديما نتوي خاطرني قصيرة دونك سينو يجيني ياسر خايب ديما نحبك العظمة هذيك تبدأ ظاهرة حسيلو دونك لهنا هكا فما خيوط ماهوش لاجوستي هذايا لو ستيل هكا يبدا باقي على الاخر لبستو مع كول مونطون هكا اجوستي تاع ستيل محليه لبستو افيك اون شوميز دايوغ عملتلكم بيه فيديو عملتلكم فيديو كيفاش تلبسو الكوير سوغ انستغرام دونك كان متابعو شوية على انستغرام فازي امشيو ابونيفو ابخي كيف كيف ان اوتر بونتالون اللي هما زاد تخيز على مود سني اللي هما لي بونتالون ريتو assez baggy من فوق للوطة يبدا باقي معناها تخرج بالحق بطاطا هكا من اللوطة مي سون توندونس voilà. الحقيقة كي نلبسو نحس لبسي كلها تتبدل نخرج من لي بونتالون نوار من لي بونتالون جين دونك حاجة هكا أخرى والماتيغ نتاعو اون فولور فوالا كي نحب نبدل نلبسو هو خديت البونتالون هذايا ياسر شخت عليه كي ما عملتش ان توكا لي كلوز اب في الفيديو هذي راني باش نعمل فيديو انستغرام نوريكم كيفاش هذوما باش نلبسهم سيغا ميو خاطر لهنا كيفاش نوريكم راني باش نوريكم كل حاجة ملبوسة هكا فوق فما سانتور خشينا افيك دي ديتاي هكا دوري دونك بون تنجمو تنحيوها سانتور وتبدلو انتوما سانتور على رواحكم تنجمو حتى سانتور تنحيوها وتلبسوا مريول كيما الابيض اللي وريتولكم ولا اون شوميز وتحطوها هي على الشوميز ولا البول نتصور تعطي حاجه باهيه الحقيقه ما جربتهاش مي هكا قادر نتخيل وحدي كيف كيف من بوتيك موديس هذه الحاجه اللي قبل الاخرى دونك حديت جوب هذيا بليسي جوب ميدي ان سيميلي كوير كيما العاده لا توندونس دونك كيف كيف هذيا لبستو سبور ولبستو شيك شوفوا في الفيديو اللي قلت لكم عليها دونك ولبستو زيدا هكا طويل ولبستو عملتو هكا 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 وطويتو ولبستو قصير دونك وليت تظهر كان البارتي هذايا ولبست فوقو بلازير ستيل ياسر ياسر محلي سينو اخر حاجة خديتها من بوتيك موديس اللي هو سو مانتو سو مانيفيك مانتو طولو جوني بزوان بالحق كابوت في الطول هذا دايوغ انا منسكروش سوا خلي محلول سوا هذيا نربطها ونخلي لي بوتون عرفتو اون ديغي بشكيل متاع دار الوغ من البوتيك بيمكي كيف كيف جي بخي با مال دو شوز دونك نبداو بلي بول خديت ان بول بلون سامبل على الاخر مي هذيا مشيت لمارلولا بيمكي وما خديتوش ومن بعد عرفتو كي تروح للدار تقول شخص كان خديتو يجيني مع اللبسة هذي شخص كان خديتو راني استحقيتو في اللبسة هذي عرفتو كالبول بازيك اللي قعدت نادم عليه دونك عاود رجعت البينكي الحقيقة خديتو وفما منه في النواغ وتوا البهلود هذي قاعدة نقول شخص كان خديتو في النواغ راهو يجيني مع اللبسة الكل حاسيلو انتوك هذي حكيتو المريول هذي هو ما في حد شايراهو جست الفازة هذي مي بون انا خديتوش على الفازة هذي مي جست خاطرو بخاتيك وكهو بالنسبه للبري نتاعو 45 دينار معايا ان بول بازيك هذاك سومو وما رجعيش نمشي ناخذ منه في النوار كان قاعد بيان سور دونك خديت البول هذايا سوف كل مونطون خديت منه اون دو كولور هو فما اون بيج اون كاميل اي اون بلو بيبي بلو عرفتو بون مناش كنت راهو في الديتاي هكا اللي فيه جوست فما هكا شويه خطوط من هنا كا سامبل معناها ما في حد شيء واللون الاخر اللي خديته هو هذايا جدور اللون هذا ياسر ياسر يعجبني و فوالا بالنسبه للبري نتاعهم ال 120 سينو من بيمكي خديت زيدا دو روب اول حاجه هي هذيا حتى سانتور هذيا بيمكي دونك هذيا تجي فوق الركبه بشويه والكل نتاعها هكا خشين و اجوستي تو سامبلومون والروب الثانيه اللي هي هذيا فوالا دونك ناش كان باش تراو ديتاي تجي اطول شويه ظهرلي لي ظهرلي فرتول ستان تقولكم اطول شويه ملي انا لبستها توا هذيا تجي فوق الركبه بشويه هذيا ظهرلي مع الركبه بالضبط ولا حاجه كيما هكا حاسيلو ياسر بخاتيك نجمو تلبسوها انا فما نهار اللي تابعوا فيه على انستغرام يعرفوا اللي انا مشيت سفيكس وبعد في الليل لازم نمشي نتعشى وباش ندور بلاد ما لازمنيش نلبس حاجه عاليه باش من بعد نمشي نتعشى دونك شنو عملت وما لازمنيش نلبس حاجه زاد ياسر بوزي دونك لبست هذيا معها دي باسكيت لبستها اون ديغي سبور و تري براتيك ولبست فوقها ودافي على الاخر في الليل شنو عملت لها زدت لها جوست سانتور ولبست دي بوتين نوار وزدت لها مانتو بلون واللبسه ولات بوزي خديت زاد دو بانتالون من بيمكي دونك هذيا البانتالون اللول اللي هو
ما لقيتش الكلمه اللي هو بوش اب فوالا دونك اي بوشي كوا بون ماشي بوشي ريلمون مي هاكا فيهم اللي فهم الفازه هذيا معناها يعملوا بوش اب ريدو الفازه هذيا هاكا تلقى اجوستي شويه في لي فيس ومع الفازه هذيا باش تظهر كاين اللي لي فيس نتاعك غاديك ومن لوطا زيد شفت عليه خاطرو اجوستي على الاخر كاني ميم با تستحق باش تهزو التيرزي ولا فازه هذيا ريتو المره الاولى وقعد قلبي عليه لا يوفى كي عاود كي حل في سوسه مشيت له حاسيلو نجري ان بونتالون كي شونج ان بو ماهوش هكا حاجه فينغير وكل حاجه سامبل مي بالنسبه ليا كي شونج خاطر انا ملبسش المقطع باغ كونتر هذا ياسر عجبني دونك اللي هو ساعه كلير كيما ريتو فيه تقطيعه صغيره لهنا راهي ميم با هكا يظهر فيها لحمك ولا حاجه ابار التقطيعات اللي عجبوني هذا كان مش قال مقطع ناخذو اول حاجه لونه عجبني ثاني حاجه الكوب نتاعو عرفتو كالكوب شو بك عامل هكا فوالا عرفتو كالكوب فينتيج لي بونتالون فينتيج كلي جوست اجوستي هكا من الفوق وتايات كوب دغوات معناها ملي يهبط مع ساكت يقعد فرد فرد نيفو ماهوش اجوستي من اللوطا هاسي عجبني على الاخر و كان نلقى كوب الوان اخرى معناها من نفس الكوب بون مش مقطع ناخذ نتصور روحي اوسي من بينكي خديت 3 مونتو خاطر بالحق لي مونتو نتاع بينكي ياسر عجبوني خديت دي مونتو لي كولور نتاعهم كلي ما تلقاهمش ديما وديما نستحقوهم كيما البلون هذايا هذي اللي لبستو داير قلت لكم في العشاء اون فيت سي ان بلون سال ماهوش كل بلون بلون راهو ماش كان تراو فيه ولا ماهوش ان بلون ان فري بلون معناها طويل على الاخر بون اقصر من اللي وريته لكم بكري نتاع موديس وفي هكا لي بوتون من هنا مي طويل كمان وخليت نفسه مي في كولور اخرى اللي هو ان بيبي بلو شوفوا انا قلت لكم صحيح نفد مالي كولور وكل اما هذي حسيته يمشي مع كل شيء بون مع لبسه كيما هكا ما نصورش روحي نلبسه مي الحقيقه وين نحب كل مره نجيبش نلبسه الحقيقه ما نحيرش معناه نحسه يمتشي معاه ديجا عملت بيه تصويره مع جين مقطع اللي وريته لكم بكري ويسرا جبتكم التصويره دونك فوالا نفسه مي جوست اون بيبي بلو والكولور هذه راهي تري تري توندونس سني تو سكي بيبي بلو تو سكي باستيل هكا وكل ليلا شنو اخر بون كولور دو تير لقيت هذي وين عمري مشيت منهم كريمونتو هكا هاش يقولوا له موت موت ولا شنو اون ديغي مش علوش ولا علوش يمكن حاسيلو دونك عجبني الحقيقه جست نحب نوريكم الكول نتاعو بون فوالا يجي كيما هكا تنجمو تلبسوه كيف كيف بوزي والا سبور فوالا بعدو كان لي اكسسوار دونك خديت دو ساك هذيا الساك اللول اللي هو لونو ياسر عجبني وكيما قلت لكم لي كولور هذوما لي كولور باستيل اون جينيرال ياسر خارجين شتي هذيا يكسر هكا من انا مغرومه راهو بلي ساك مستعده نشري الالوان كل في ساك حسيتو كي ستيل فينتيج عرفتو نتاع نو غران مير وكل علاش كان عرفتو هو لي ان اوتر ساك خديتو من بيمكي اللي هو هذيا جادور وقتها وريته لكم اون ستوري برشا شفتو علي دونك لونو دايور كيما سانتور هذيا مع اللبسه هذي يطلع يسر محلي وسانتور هذي خديتها من بيبكي والبري نتاعها 35 دينار ظهرلي تو سكي كروكو يعجبني على الاخر ونحسو شيك وهكا لي ساك فينتيج اللي خارجين توا جوست يجي هكا قصير ويدو قصيره ماهيش ريغلابل راهو مي يرفع راهو كمان عندي ساك اخر صغير وما يرفعليش قد هذايا اون اوتر سانتور خديتها من بيمكي اللي هي هذايا نوار هكا خشينه ودان راهي من هنا وفيها هكا دوره اون دوري ياسر عجبتني هذايا لبستها مع الغوب بالمارون اللي وريتلكم بكري واخر حاجات خديتهم من بيمكي هما لي زيشارب هذوما باش نزرب خاطر الكاميرا ما عادش فيها شارج دونك خديت لي شارب هذيا في الاخر بالكل ندور وبعد قلت شبيني ما ريتهاش لي شارب هذيا ياسر عجبوني الوانها مي راهي كبيره 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 وخديت زيدا هذيا هذيا ظهر لي زيدا 75 مي الاخرين دوتر بري مينا مالوغوزمون ما نتفكرش دونك هذيا ريفيرسيبل يقولوا لها حاسيلو عندها فاس هذيا اللي انا خديتها على خاطرها دونك كارويت ياسر مزيانه والفاس هذه اللي هي تجي غري و بلون و بيت بول هذا دورة كاست موتيف بيت بول اللي هو تري توندونس زيد السنه
دونك بون ما تصورش روحي الحقيقه نلبسها هكا مي دوك عرفت بيت بول يمكن يمكن نلبسها سينو لي دو زوتر شارب واحده كلاسيك هكا اون كاميل بازي كاميل مزيانه تجي مع اي حاجه مع تون نوار كلها مع اي لبسه وخديت هذيا اللون هذيا سي ان روز موف ولا كيفاش هذيا اون اوتر ماتيغ راهو كاينو لي شارب اللي يعملوهم من ميتاتنا قبل مع انه هو معلم اللي تهولي حتى من ميت الحقيقه مي هكا فما من ميتات حتى دي مامون توا يعملوا فيه ديري مخيط باليد الوغ ان شاء الله عجبتكم الفيديو دايوغ كان تحبوا نعمل لكم فيديو ليش نعمل لكم دي تونو بلوتو بالباش اللي انا وريتهم لكم توا ما عادش نعرف نحكي تاني تعبت عندي توا ساعه اقل شويه وانا نحكي دونك فوالا نقول لكم توا بيزو على بروشين فيديو باي باي.